السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين. معكم صالح وبلز، رجعت لكم بلعبة روك اوف ايجز، او هيا لنتدحرج من اللي انا مسميها الزبدة. ما عليكم، معنا اليوم ريان او اوسمز، بنلعب اثنين ضد اثنين. حياك الله ريان. هلا هلا. فاللعبة هذه انت عارفها يا ريان صح؟ قد شفتها وقد سمعت انا؟ شفتها ولعبتها مرة واحدة معك. حلوين. في طريقتين، انا نلعب اوبستكل كورس اللي هو سباق بس في عقبات وكذا، والفائز هو الفائز، يعني هي الفائز ايش اللي يكسر قلي الثاني. لا هذا الوور اللي يكسر قلي الثاني، بس انا اقصد السباق اللي معنا مسابق. السباق وفي اللعبه الاولى، اي الوور اللي عندنا قلعتين وكل واحد يحمي قلعته، يحط عقبات قدام الثاني عشان ما يكسر قلعه الثاني. فما نكثر كلام الزبده، خلنا ندخل الحين كريت ماتش. تبي نبدا وور ولا ايش في البدايه؟ اللي تبي. والله هذا تصريح قوي صراحه. طيب نبدا اوبستكل كورس، بس ما ادري شنو نختار، اي ماب، ايش رايك؟ عطنا ماب جديد كذا ما قد لعبناه. طيب هذا صوره سفينه وشكله جديد. ف يلا بسم الله، ليتس جو. هذا ايش، سباق؟ هذا سباق. ايه قد لعبت سباق صح من اول؟ يب، لعبت انا جيم سباق وجيم ذا. اوكي، هو شخصيات كتاج وحركات. طيب ما راح يفيدك، ما يفيدك عاد، انت متمرس في اللعبه يا الوسط. الله اكبر، ما لعبت الا يمكن 10 مرات. 10 مرات ولا مره واحده؟ ايش دعوه مو 10. يلا اختار لك حجر. طيب تعرف وش الحجر اللي المفروض تختاره صح؟ لعيسار سبيد صح اقوى. انت كم عندك؟ واحد. يلا يلا زين، ما عندي الاثنين. ما عندك الاثنين؟ اوكي يلا. وش اللي يمشي؟ اوكي بالدبليو. اخر اقول حده. وين الطريق؟ وين الطريق؟ في بقر يمشي قدام. وين رحت انا؟ مع السلامة. سبقتني. الطريق غريب يا اخي، المشكلة الالوان قريبة من بعض، ما اشوف وين. والله يقلع مدفع فقع وجهي. اوكي يا طيب ممكن تنتظر يا طيب. ما طيب يا اخي، المشكلة لا بطيح. يا رب الحمد لله. لا المشكلة هو في نطة هنا. المشكلة العقبات اللي هنا او الحواجز حقت الطريق. لا الله يا اخي. كان سمعت صوتك تطيح. ايه طح. سلام. هذه يبغى لها مسافة عشان تنط. نسيت ذا شيء، مسافة. اما ما نطيت عشان كذا. ايه وش التكليف اللي جاني؟ خلاص انحش. وينك؟ وراي الوسخ، وراي انحش انحش. تكفى النهاية هنا. وين الطريق؟ وين النهاية؟ ما ادري. اوه في طراطيع. لا طلعت. لا تكفى اني ما اطيح. لحقتك انا. تكفى. اوه النهاية. سلام. صدم الجماهير، صدم الجماهير. الاول يا حبيبي. شوف الطريق جديد بالنسبه لي والريان، انا وياه ما نعرف شيء صراحه. ف ان شاء الله ان شاء الله. انا تو ناسي شيء اسمه سبيس. انا اشوفك والله قاعد امسي. امسي ما شيء. امسي. قاعد امسي. اخر هناك. لو سمحت لو سمحت اوه اسرع. اوه شلون؟ اوه المدفع. كفو يا المدفع. كفو عليه. ايه كل ما هذا تصعب اكثر. فدائما اللي في المقدمه هو اللي ياكلها ترى. فايش رايك تسبقني ريان؟ يعني زي قدم غشيم ملحق. ها روح غير غشيم روح. طيب انا اوريك. وخر الطرطية انت بس. لا 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 اي كفو عليه. وينك؟ لا تقول لي انك وراي. لا ورا بعيد. انا بعيد. كذاب الحين ولا وراي؟ شوف يلعش كذاب. يا الله الطرطية الكريهة. كفو اعطوني بريك. طيح. اصلا كويس انك طحت. تدري ان الثور مدري الخروف ذا كان جاي يركض عليك ولا انحش. وين الطريق؟ تدري انك لازم تلف الماوس. اوه في مدفعين سحب. ايش لازم ايش؟ لازم تلف الماوس عشان تلف اسرع. اتوقع انك تعرف حاجه. عمي وش تعرف اشياء انت واجد. لا بلا كذب بعد. يا الله والله انا ما اعرف هذي. الزبده انا بقول. اوه القلعه شوف وين. جو طبعا لي. صدم الجماهير. احسن شيء النهايه كذا، كانك تصفق البولينج. تحميه قام تحميه. دايرة جاب له تحميه بالخرابيط. يلا كم راوند يفوز؟ الحين الراوند هذا اذا فزت خلاص تنتهي. اذا فزت انت يعطونا راوند زياده. حده. يلا روح. اوه حط هذول. يلا البقر كريهين. كفو نطيت الحمد لله. ما شلت معك بقر يقلع ام القهر. لا والله هو عاده اشيل انا تعرف. لا المدفع الكريه صفقني انا. ليش؟ الله ياخذه. ايش فيك هديت؟ واحد صكني بلوكه مدري ايش. لا مدفع اللي صكك. لا في زي حصى. اوه المدفع. اشوى نطيت اوف. وينك؟ لا علقت مطب. وينك؟ طحت قاعد اطالع ورا الزبده. وينك؟ شوفوه هناك. اوه هدي. كيف تشوف ورا؟ لف. الله يقلع ذا الخروف الكريه. لف الماوس واضغط اس كانك ترجع ريوز. بس لازم تضغط اس عشان تمشي تكمل مشي يعني. اوه الله يقلع ريزي. قاعد اطالع ورا انحش على الطريق. وجايب الكلب الخروف
يقلع شكله. لا لا البقر البقر. هي وش ذا؟ خلاص يا شباب خلاص خلونا نمشي. مدافع مدافع بيرمون مدافع بيرمون. اوه جا ريان كريم. ترطيع ترطيع ترطيع. انت بالالهب حقك ها؟ ترطيع. كيف مت هنا؟ من اللي يطيح هنا يقلع ام الكذب؟ جا جاي. وين جيت انا بعيد ابغى شيء من الحياة. شوف ريان هناك. تدري تدري كيف بانهيها بالريوس؟ شوف شوف. شوف الاهانة شوف الاهانة. بالريوس يا رب اني اشوف الطريق. هلا بالعيال بالريوس يا حبيبي بالريوس. طبعا الوار انتهت مو وار الاوبستكل كورس انتهت بفوزي بفارق 3-0. ريان شو المستوى ذا؟ والله ما تبي تنتقم ولا نروح وار على طول؟ روح وار على طول دز. ليتس جو ليتس جو وار. طيب الحين نبي نغير الماب نختار هذا. وشو هذا؟ شكله جامد بس لا خل بعد عن المبات اللي كذا مشرقه دايم. والله تو عجزنا نشوف الطريق. ما طيب ما اعرف ما لا هذا هذا لا بركان قهر. يلا يلا روح. اوه انت تشوف على طول اول ما احط الماوس على الماب؟ ما ادري اي تو طلع لي بركان ثم رجع. جلا صح تشوف حلو حلو. اي اشرت انا على الماء على هذا عشان تسال هذا تبون ولا لا. بسم الله ليتس جو. الحين الجلد الحين المتعه الصح. الحين عاد تعرف الكره اللي تختارها ولا ما عندك الا ثنتين تقول لي؟ ما عندي الا واحده من ثنتين. طيب اختار تيم. انت عندك اقوى؟ عندي عندي اثقل عندي اقوى عندي اسرع. خلنا نختار نوحد واحده. توكل على الله معليش يا عمي. ايش فيك تراي هاردر روق. تراي هاردر. طيب يلا اختار اول واحده اللي وجه كذا كري. يلا خلاص اتفقنا الاختيار. يلا بنحط هذا. اي صح الحين هذا اختار لك العقبات. انت فاتح اشياء واجد. هل المفروض اقول ولا في عندي في عندي اكثر من حاجه؟ ما عندي بقر. ما ليش اخترت كورتين؟ ما ابي ما ابي ذي. اصبر. الكوره تاخذ مكانين اذا تبي تختار كورتين عشان كذا. والله اي. طيب وش نختار؟ اختار مكانين كورتين من فوق مربعين من فوق. ما ادري كيف تستخدمها. ما ادري يمكن راوند راوند. ممكن ممكن. الزبده قاعد اختار اشياء ما ادري وش هذا. وش والله ما ادري. المدفع ذا بطيء ما نبيه. كله كله اشياء خايسه. يمكن نحط هذا. اوكي خلاص انا جاهز. بسم الله ليتس جو. اوكي الماب هذا ما اعرفه صراحه. هذه طيب وين القلعه؟ شلون اغير الكاميرا؟ كليك يمين على المكان ولف كذا. اصبر. هذه قريه مين؟ هذه قريه اي. هذه قلعتك انت والكوره اللي على اليمين كورتي انا. فهمت كيف كيف؟ اوكي بدبليو اس دي. ايوه بدبليو اس دي تحرك. اي ومكان انك تطلع وين؟ انا اطلع من وين؟ اتوقع هنا. من شوف الكورة تشوفها. شفت ما في علامة خريطة عندك؟ مو خريطة علامة قلعة. قلعة هذه قلعة قلعتك انت. تضغط في الجهة الثانية تلقى كورة علامة كورة دور لها اللي هي كورتي انا. اوكي اوكي فهمت. طيب الحين شوف ترى في زي المناجم كذا تجمع منها فلوس. ما ادري اذا بتشوفها. ما عندي هذه. لا غريبة. طيب اصبر خلينا نشوف كورتك وين. خليني بحب اشوف الطريق. انت ملبن في اللعبة. خليني اشوف الطريق. اصبر بحط لك اشياء هنا تعطيك سبرايزات. حط واحدة هنا واحدة هنا بس. وحط حط هذه هنا. ثواني هي في نقزه. حط هذه هنا هنا هنا. اصبر بس راحت عليك يا صاحبي. جلد تايم. ما في الا قوه جلد. طيب هنا في جمبر. انتبه في جمبرات كثيره. طيب هذه قلعتي انا. وش افضل شيء؟ احط لك شيء هنا واحط لك واحد ثاني هنا. راحت راحت عليك الزبده. مو مره يعني شوي يعني يمكن تقدر تعدي يمكن. طيب. يعني بس يلا والله حطيت شيء قليل ومو مره واجد. طيب خلاص كذا جاهزين؟ يلا انا جاهز. انا جاهز. بسم الله. كيف اشغلها؟ اضغط على الكره نفسها. يلا بشوفك اول شيء. ما بروح انا. خلني بشوف وين انت. يلا. بسم الله خلني اشوف ريان. هذا هو. اوكي ريان يعدي يعدي. ريان ياخذ المسار الاول. قاعد يروح من اختصارات الوسخ. لا تروح. كفو الجمبر. الجمبر ماسك فيه. كفو التي ان تي. تي ان تي هلا بالعيال. فجروه انت بالهيلث حقك ترى ينزل. يروح التي ان تي الخطوه الثانيه. فعدى من التي ان تي الثاني. يكمل ريان. قاعد اشوف الهيلث حقك. يكمل ريان. شوف هنا. يكمل ريان. يكمل يكمل. ما يمدي. ودي احط شيء قدامك. نطه نطه. تصدقني مع تستهبل انت. فيك صدمت. ما عبيت كثير تدري. شكلي بحط هنا. ما عاد يمدي ما عاد يمدي. خلني اصفك ببرق. تعال خذ البرق هذا. لا ما جاء شيء. تاخرت مره. وين نروح الحين؟ هذا برق ثاني بس اني استعجلت فيه. الحق الحق. هذا برق هنا. يا رب يا رب يمدي يا رب. اصفقه. اصفقه. كفو تعلق في البقر. هلا بالاسد. هلا بالاسد تعلق فيه. هلا بالاسد. انسب لي الاسد. كفو عليه. واخر. يقلع شكلك. كم نقصت؟ 120. طيب بسم الله. كورتي الحين. هلا اوه في وجه فوق على اليمين. تصدق توني اشوفه.
طيب الله الله حاط لي فيل في الطريق الكلب. لا 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 فكني شرك. وخر وخر رشيم. لا لا اسد الكريه. حتى انت عندك اسد. شوف الفيل هذا ايش تسوي فيه؟ نط عليه. ابلع يا وزخ ابلع. قول في اسد هنا. شيل البرج هذا اللي مال امه داعي. ما انت حاطه بالغلط صح؟ خليني انظف لك الطريق. اما هذه ما منها فايده كذا براج بس زي البلوك زي المحاصره تسوي لي. المفروض تحطها على مسار واحد. معليش يا الناس الناس اللي ساكنين هنا معليش. غشيم شوف النهايه شوف النهايه كيف اعطيك على سرعه ان شاء الله ان شاء الله. طيب شيل البرج هذا. البرج ما تبيه صح يا اخي؟ هذا ب 150 حرام يا اخي. المفروض تقفل تقفل فيهم كاملين مو بس تحط كذا يا طيب كم عندك اسد انت حاط لي هنا؟ الاسد كريه الله ما ادري واجد. طيب بسم الله اهم شيء ما عندك بقر صح؟ اوه ما انت حاط شيء على النهايه. تستهبل تستهبل يا عمي. ما عندي شيء انا. انت شيء انت منجم. ما عندي هلا بالعيال. 186 كم انت اعطاك؟ لا 120 يلا الحين اعطنا دورك انت خلنا نشوف. اوه يقطع من السباكه. ما يمديك تمشي يمديك؟ لا خل يمشي ولا لا. نسيت احط لك عقبات قبل شوي. قاعد تتفرج يعني؟ اي قاعد اتفرج ناسي. طيب خلنا احط لك هنا اشياء حلو كذا يحب قلبك. يا الغشيم يا الغشيم. طيب حط لك اشياء كذا حلوه. الحين بشوف النهايه. حط لك اشياء هنا. هلا بالتنتيات. وجع 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 وجع. كفو عليك كفو. لا لا يا كريم ليش كسرت ذي؟ تم التكسير كريم توها قاعد تنبني حتى. طيب حط لك اسد هنا. يا رب اني ينبني قبل ما توصل. لا لا تكسر لو سمحت لو سمحت. اوه ما كسرته صح؟ ما كسرته الا كسرته. والله ما جاني انك كسرته. طيب خلني احط لك هنا اسد. بحط لا ما بعلم خلاص. حط لك هذول هنا حبايب يسلمون عليك. حط لك هنا اشياء حلوه كذا. ما يمدي بيكسرها بيكسرها الكري. طيح طيح كفو. لا 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 اشوى كسرته. بقر لا البقر اكرههم كفو عليه. واحده ثانيه كفو شيل الثالثه. خلتي لا يقطع الاسود يجي عليك الاسود. لا 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 امسك. لا لا اسد دا يمخرني يمخرني الاسد. لا 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 تكفى تكفى. لا لا وين من هنا؟ طيب يا الحبيب غلط. اما جيت عيد شوف الاسد ماسك. لا لا غشاش غشاش. شوف الكلب ايش غشاش والله. وش والله يقلع شكل الاسد. اخر شيء شوف كم بيجيني. 100 او 90 كم الحين؟ وال اوه كم جاك؟ 190. اوه طيب 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 انا اوريك الحين. اصبر بديت انت؟ الحين توني مشيت. لا المفروض ما علمك. يا طيب يا طيب ما ما تحط لي فخوخ ما ادري في خاخ الطريق. وخر على الفيل هذا الكلب. فيل كلب. شو السبب ذي؟ لا لا ما تبني لو سمحت لو سمحت. وخر بس. المفروض تستعجل في البناء يعني يا طيب. اوه وين الطريق؟ المفروض المفروض حسب الطريق يمين ما ادري يسار. ريان خلاص بدون بناء لو سمحت يعني. والله الابراج. طيب في فتحه هنا يا الحبيب. يا رجل ما ادري ايش صار. الليل حط الاسد هنا عند النطه. لا ما تحط عند النطه. والقى قاعد يبني هناك. لا لا يا رب يمدي يا رب. ذولي سبايك ترى ما منهم فايده اتوقع. كيف اغير اتجاه الكريسبو؟ ايو ذا اي كيو اي كيو اتوقع. كريسبو يعني بتحط كريسبو ما ادري كروسبو. يا رب يمديني انط. يا رب يمديني انط. كفو عليه. وخر يا الفيل يا كري. يقلع شكل الفيل يدمج كثير. ول ول وش حاط انت؟ منجنيق. وخر بس شيل الفيل اللي هنا. الاسد الاسد لو سمحت لو سمحت. وش المنطقة اللي فينا؟ وش وضعه؟ وش تسوي؟ هلا بالنهاية. انا حط اي شيء. هلا بالنهاية. مشكلته غالي. يا رب بسم الله. 1 2 3 كم؟ افا 179. لا والله حرام والله حرام. شوف تدري الحين وش تسوي؟ الحين نعطيها لا 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 نعطيها تراي هاردر. الحين تراي هاردر. عبي الدنيا هنا. فك الشر. لا وين رحت انا؟ عبي الدنيا هنا. واعطى هنا بعد. اذا طحت من فوق يجي كذا جنب وراي. كذا. اي 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 الحين الخطه الهدف من الشيء هذا اننا ننهيك. ما اخليك تضرب اهم شيء. يعني ما ت والله ذا يقهر. ما تلمس قلعتنا. فما عاد اقدر احط شيء. ليه؟ ما عندي. ما عندي فلوس. وين كنت؟ قرب قرب الوسخ قرب الوسخ. يا رب يا رب يمدي. تكفون يا شباب. لا هيلب. لا لا اشوى. ها كيف الهيلث حقك؟ والله باقي مليان هيلث. يا شباب تي ان تي يا شباب يا شباب سك تي ان تي لو سمحت لو سمحت. وخروا لو سمحت. شيل وخروا الله يخليك. يا شباب يا شباب حط. لا لا شيل بقر شيل بقر. اي الله عليه. لا تكسر الجمبر. اسد اسد تكفى تعال. وخر الاسد قاعد يلحق. وخر يا بقره. لا والله بيجي على سرعه. لا بيضرب الحين بتنتهي. لا تضرب. يقلع ابليسك. شوف الهيلث حقي. والله شوف الهيلث حقي. شوف الحين لو اجيبه صح ضربه واحده اقدر انهيك. بسم الله يا رب والله يا رب ان شاء الله يعني. ما ادري اشوف الهيلث حقك مره مرتفع. بس يا اخي الفيل هذا الكري كم صار له ثلاث ايام هنا. انقلع يا الله
الله ياخذه. صدمت قال وووو طيحني. اوكي اوكي واضح انه قاعد تسوي اشياء كلب دامك ساكت. ايه الله يستر. في اسد هنا لكن انقله. ما ادري وش فكره الاسد اللي معلق في منطاد، من اللي جت الفكره ذي صح؟ لا بس والله رهيبه رهيبه، ما يخليك تروح. اي انشب يخليك ما تروح. وين الطريق دائما اضيع. هلا بالفتحه، هلا مع السلامه. انقله، حاط لي فيله هنا ما منهم اي فائده. طيب الطريق يسار ولا نشوفك سيده؟ اتوقع او انحش. هذول ما ادري ايش فائدتهم المنطاد ذا اللي صف. منطاد ايش فائدته والله غالي. كم؟ 115. اما 115 تدري والله العظيم على قل سنه والله. اسوي له سل والله لو ابيعها اصرف لي. لا 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 خله خله يا رجال خله، يمكن والله بيع عمه خايس. لا تبيع تورط هذول. وش ذا؟ اوه برج هنا اسمع يصفر طي طي طي. اوه اشوف ذا حقك يا طيب وخر. اشوف ال ايه فيل ثاني. لا لا يا شباب والله بموت. كفو بموت. لا لا يصدمني الفيل ذا والله بموت. لا خلاص مفتوح لك الموضوع. اوه يا رب يا رب يا رب ضرب جامدة يا رب ضرب جامدة يا رب ضرب جامدة. لا لا شوف شكلك ارصاك ريان. اصبر خلنا نشيل الجماهير اولا. هذول شو اسم السكان حقين المدينة حقتك. اسمع اسمع الصوت ريان. ما هذا شيء اما يمكن ما تسمع انت. اه عندك بس حبيب قلبي. يعني فزت في السباق وفزت في الور. ايش تبي ريان انت بالضبط؟ جود جيم جود جيم والله. عاد انت تلعبها كثير. انا ما العبها وايد. ايش اللي العبها كثير؟ ما من زمان ما لعبتها ترى. انا لعبتها مره واحده وفصل علي النت تذكرت. يلا اهم شيء ان انبسطنا واستمتعت استمتعت تمتعت انا. جود جيم والله. ما في سلام تاتاتاتا. اوه في ماب ايجيبت. وين؟ والله يبيلها. اوه انا حاط. اي والله شوف الحين غيرت يتغير. يب هذا الحين زمن ما ادري ايش. المهم هذا اللي كان عند اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم. اذا تبون في المستقبل مع الشباب الثانيين نقدر نلعب 4 في تيم واحد مع بعض، اكتبونا تحت التعليقات. كان معكم صالح وريان. السلام عليكم. مع السلامه.